على لقب الرجل هذا العام. كل الحاضرين هون عم يحكوا عنه وعن التغيير الجذري اللي صار بحياته من أسبوع. لتعرفوا أكثر عن هيدا الموضوع خليكن مع هيدا الريبورتاج لنشوف كيف بلشت قصة الرجل هذا العام. نحن معكم اليوم لتغطية أهم حدث لهيدا السنة مباشرة من الفاشن كلوب. هون رح يتم الإعلان عن رجل هذا العام. مثل ما انتم شايفين المشاهير بلشوا يوصلوا والمعجبين مجتمعين ليشوفوا نجوم المفضلين، بس الكل ناطر شخص واحد بالتحديد، هيدا الشخص اللي الكل متوقع له بفوز باللقب الليلة. Charming. I can't wait to see him again. And actually,